إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأمراض المهمة. راح نتكلم عن مرض يسمى صفع الخد. طبعا يسبب طفح جلدي مثل احمرار فاتح اللون على وجه الطفل. قد يظهر الطفح الجلدي أيضا على الجذع أو الذراعين أو الساقين. طبعا يحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بالفيروس الذي يسمى بارفو البشري، وهو الفيروس الذي قد يسبب أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد قبل ظهور الطفح الجلدي. مجرد ظهور الطفح الجلدي فإن مرض الطفل هذا يتوقف عن كونه معديا. يصاب تقريبا حوالي 20% من الأطفال بهذا المرض قبل بلوغهم سن 5 سنوات تقريبا، بينما يصاب 60% منهم بهذا المرض قبل سن 19 عام. طبعا يختفي الطفح الجلدي عادة في غضون 7 إلى 10 أيام تقريبا. يحتاج أيضا إلى استشارة الطبيب المختص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.